عدة عوامل أو عدة أمور وعدة أسباب، من ضمنها الزواج المبكر أو فارق السن، منها الجانب الاقتصادي الذي تعاني منه الطبقات الاقتصادية، كأهل الزوجة تعاني من عدم مورد مالي وعدم معيشة والاحتياجاتهم الخاصة ولعدم قدرتهم على توفر متطلبات الزوجة، فما عندهم الإمكانية فيلجؤون إلى زواجهم من الزوج. يعني نقول أمور مادية. نعم طيب نعم بعض الأشخاص يعني حالتها المادية جيدة جدا، لكن أنه ارتبطت بشخص كبير بالعمر، لكن السبب مو مادي. ممكن استاذة احنا هاي الجوانب ممكن تنقاس في جانبين. في المناطق الريفية، كل ما نبعد المناطق الريفية موجودة هذا سواء على التفكير، فيما نتقدم في مناطق التحضر في الحضر يقل هذا العدد. يعني ما من معقول شخص في عمر 30 سنة يتزوج في عمر 10 سنوات، ما يقبلها العقل والتفكير والمنطق، لكن في المناطق الريفية موجودة هذا الشيء. وفي العائق المادي لسد احتياجات الزوجة أو البنت لدى العائلة، لعدم قدرتهم على متطلبات الزوجة فيزوجوها لعدم القدرة عليها، ومن ضمنها عدة أسباب.